السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نتكلم على المعادلات اللي احنا بنستخدمها علشان نحسب الماس ترانسفير كوفيشنت او معامل انتقال المادة لو انا عندي فلو جوه بايبس. فده غير اللي قلناه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت قلنا لو بره اسطوانة. فلو عندي فلو جوه بايب، ف يعني اللي احنا بنقصده برضو ان انا عندي يعني مثلا ان لو انا باصص على البايب كده من قدامي، يعني الفرونت فيو وده السايد فيو بتاع البايب، فانا عندي حاجة موجودة في الجدران بتاعة البايبس، وليكن مثلا ملح بيدوب في المية او اي حاجة بتدوب في او بتنتقل من السطح ده لأي يعني سائل او غاز جوه البايب دي. كويس. ففي الحالة دي احنا عندنا بعض المعادلات اللي احنا بنستخدمها سواء للجاس فيز او للليكويد فيز. والمعادلات يعني زي ما احنا شايفين هي برضو واخدة نفس الشكل اللي احنا متعودين عليه، ان هي رقم ثابت في رينولدز باور، رقم ثابت في شميت نمبر باور، رقم ثابت. الاختلاف البسيط يعني هنا برضو الكاركترستيك لينث هو الدي، ويعني هي كي ال على دي، ده برضو شيرود نمبر، يعني ده الواحد هو شيرود نمبر، بس هو مضروب في البي بي اللي هو اللوجاريثمك مين بتاع البي بي على التوتال بريشر. واللوجاريثمك مين كنا قلنا قبل كده، بس يعني تاني عشان لو حد مش فاكره او يعني فات عليه وقت كتير، هو بيبقى الفرق بين حاجتين على لين النسبة ما بينهم. فهو لو انا عندي البي بي اس ده اللي هو عند السطح، اللي هو الجزء الازرق ده، والبي بي انفينيتي ده اللي هو في الغاز او السائل نفسه، فهو هيبقى الفرق بينهم على لين الاتنين على بعض. الكلام ده ممكن اطبقه على رينولدز نمبر ما بين 2035 ألف، وشميت نمبر ما بين 6 من 10 و2.5. ده طبعا بالنسبة للغاز. كويس. وهو باين لان انا في العادي في البريشرز بيبقى عندي غاز، فما بستخدمش البريشر قوي لو انا عندي مادة سائلة. الليكويد فيز بيبقى تقريبا نفس المعادلة، مع اختلاف الباور بتاع شميت نمبر اللي هو هنا هيبقى تلت، وهنا كان بوينت 4.4، وان هنا ما عنديش بقى البي بي ال ام على البي، فبتبقى شيرود نمبر هيساوي الرقم دوت مضروب في رينولدز باور 83% في شميت نمبر باور 1/3. فهي دي يعني ايه، دي المعادلتين اللي احنا بنستخدمهم، ودي برضو هتبقى تقريبا لنفس الرينج بتاع رينولدز نمبر، بس الشميت نمبر بيبقى مختلف. وطبعا الشميت نمبر هيبقى مختلف، ده نتيجة لان الفيزيكال بروبرتيز بالنسبة للغازات هتختلف عن الفيزيكال بروبرتيز بالنسبة للسوائل. يعني يعني قيمة او قيم المكونات بتاعت شميت نمبر، سواء الفيسكوزيتي سواء الدنسيتي سواء الديفيوجن كوفيشنت، بتختلف فرق كبير جدا جدا بينها بين السوائل والغازات، عشان كده الرينج بتاع شميت نمبر بيبقى مختلف جدا. لو انا عندي بقى رينولدز نمبر قليل، يعني الرينولدز نمبر دي تعتبر ارقام كبيرة بالنسبة للانر فلو او البايب فلو، فلو عندي رينولدز نمبر صغير اقل من 2000 وبيحقق الشرط ده ان رينولدز في شميت في دي على ال اصغر اكبر من 10، لو الشرطين دول متحققين فانا ممكن اشتغل بالمعادلة دي. دي هتبقى حالة لامينر فلو، فهيبقى المعادلتين دول لا يصلحوا ليها. فالمعادلة اللي انا ممكن استخدمها هي ان الشيرود نمبر هيساوي المعادلة دي، ان هي بتبقى ال V infinity في D power 2 على L في ال diffusion coefficient power tilt مضروبة في 1.86. او يعني ممكن تعاد ترتيب المعادلة، اخد ال V D على ميو مثلا، ان هي تبقى رينولدز نمبر والشميت نمبر تبقى النيو على ال diffusion coefficient، يعني هتبقى شكلها بالمنظر ده. فانا ممكن اشتغل بالشكل ده وبالشكل ده على حسب يعني المعطيات اللي عندي اسهل لما تبقى ايه. فده بالنسبة لي الفلو جوه البايبس. اللي هنشوفه دلوقتي برضو يمكن حالة تانية اللي هي في الويتد وول كولم. الويتد وول كولم انا يعني حابب اتكلم عليه الاول، ان هو قد يكون مش معروف شوية، والكتاب اعتقد ان هو كان اتكلم على الويت دول كولوم في يعني بدري شويه عن دلوقتي. واظن ان هو كان اتكلم عليه في مكان، يعني في تصوري ان هو مكان مش المناسب ليه. والاستخدام اللي كان الكتاب اتكلم عليه مش هو الاستخدام الصحيح بتاع الويت دول كولوم. الويت دول كولوم باختصار شديد هو جهاز معملي، مش حاجه بنستخدمها في عمليات صناعيه يعني. وهو هدفه بكل بساطه ان انا اعمل حسابات علشان اقدر اعرف الماس ترانسفير كوفيشنت. ف
فهو ده يعني الحاجة اللي أنا بجيبها منه في الآخر، يعني ده الهدف الأساسي من الوتا دول كله، من إن أنا أعرف أجيب الماس ترانسفير كوفيشنت. فهو عشان أجيب الماس ترانسفير كوفيشنت لازم يبقى عندي معلومات عن حاجات تانية كتير. فهو اللي بيحصل يعني زي ما احنا شايفين كده، إن أنا بيبقى عندي هو اسمه كولوم، فهو عمود أو برج يعني. البرج ده بيبقى طوله زد، أنا ببقى عارف طول البرج ده عامل إزاي. اعتقد يعني ارجو ان هي كده تبقى واضحه. وبيبقى عندي في غاز بيدخل من تحت الكولوم وبيطلع من فوق، هو كولوم مفرغ يعني، هو انبوبه فاضيه ما فيهاش اي حاجه. وبيبقى عندي يعني زي مخزن كده للسائل بيبقى موجود فوق، ايا كان بقى السائل ده، ميه، ايثانول، اسيتون، اي ماده انا عايز اعمل احسب الديفيجن كوفيشنت بتاعتها في الغاز ده. فبيبقى عندي السائل موجود هنا وموجود هنا، والسائل يعني ببقى بتحكم في الفلوريد بتاعه. هنا انا ببقى عندي بمد الجهاز ده بالسائل بمعدل معين، المعدل ده يسمح للسائل ان هو يسيل على جوانب الاسطوانة من جوه. يعني هو مش بيملى الاسطوانة، هو مش بيعمل فلو جوه الاسطوانة، لا ده هو بيسيل على الجانب الداخلي للاسطوانة. وببقى مجهز يعني، ببقى عامل تصميم الجهاز ان هو تحت بيبقى فيه يعني مخزن كده بيجمع السائل اللي نزل ده. فهو السائل بينزل على الجدران الداخلية وبجمعه تحت. ونتيجة لان في غاز بيعدي جوه الكولوم دوت، وان في سائل بيعدي، فنتيجة لده هيحصل انتقال مادة، فهيحصل فلكس او يعني نسميه بقى ايفابوريشن ايا كان اللي بيحصل، بس في انتقال مادة من السائل للغاز. اقدر انا من الحسابات اللي عندي ان انا اقدر اعرف الفرق بين الكمية اللي انا دخلتها في الاول والكمية اللي انا جمعتها في الاخر. فالفرق بين الاتنين دول اقدر اعرف منه انا فقدت قد ايه من السائل ده، كويس. سواء بقى ان انا كان هي لو هي ماده نقيه، او لو هي حتى يعني خليط من كذا ماده وفيهم ماده منهم هي اللي بتنتقل من السائل للغاز، ففرق التركيز انا ممكن اجيبه من ما بين هنا وهنا، او فرق الكميه ممكن اجيبه ما بين الاول والاخر. فهو في الحالتين يعني هو يصلح للحالتين، سواء فرق تركيزات او فرق كميات. فبغض النظر يعني عن التركيز ولا الكميه، المهم الفرق ده انا منه اقدر اعرف انا الفلكس قد ايه. يعني انا عارف المساحه وعارف الكميه، فعارف الريت، ففرق الريت على الاريا اقدر اجيب منه الفلكس. فانا ممكن اقدر اجيب الان دي، الان دي انا ممكن احسبها بشكل معملي، اقدر اعرف الفلكس قد ايه، واقدر اعرف فرق التركيزات. يعني انا عارف الغاز ده تركيز فيه قد ايه، والسائل تركيز فيه قد ايه، سواء بقى هو زي ما قلنا كان حاجة نقية وبتتبخر، او هي حاجة تانية بتنتقل من الغاز للسائل. ففي الحالتين انا بقدر اجيب الفلكس، والفلكس عندي، وعندي فرق التركيزات. فانا ممكن من الاتنين دول اقدر اجيب الماس ترانسفير كوفيشن، ممكن احسبه لان الفلكس بيساوي الماس ترانسفير كوفيشن في درايفنج فورس. انا عندي درايفنج فورس وعندي الفلكس، فممكن اجيب الماس ترانسفير كوفيشن ببساطه شديده جدا من الموضوع ده. فهو ده الهدف الاساسي من الويتد وول كولم. ف يعني انا ارجو بس ان الفكره تبقى واضحه احنا بنستخدمه ليه، وهو ليه تصميمه، عامل تصميمه يعني سخيف يعني. لو حد فكر في ليه انا اخلي سائل يمشي في الجانب الداخلي بتاع اسطوانه، هو انا عامل كده عشان ابقى، دي نقطة مهمة برضو، ان انا لازم ابقى عارف المساحة، فالمساحة دي هتبقى هي المساحة الداخلية للاسطوانة. فانا ما اقدرش اقول كده الا لما يبقى السائل فعلا ماشي على الجانب الداخلي للاسطوانة. انا بعمل كده عشان يبقى المساحة عندي معروفة، لان انا لو هو ما حصلش كده هبقى ما اعرفش المساحة قد ايه. فانا بخليه يسيل على الجوانب الداخلية للاسطوانة علشان يبقى مساحته هي نفس مساحة، او مساحة انتقال المادة بقى هي نفس مساحة الاسطوانة من جوه. ف ف ف يعني ده الفكره باختصار، يعني فكره الويتد والكولوم. فانا يعني التجارب المعمليه بقى اثبتت ان انا ممكن استخدم المعادلات اللي قدامي دي، ان انا بقول ان الشير والدمبر اللي هيساوي كي ال يعني تبقى كي سي يعني اللي هي في الكود فيز يعني، او الكي عند اللي هي بتاعت الكولوم اللي ليه طول ال يعني، لا اسف دي كي ال اللي هي بتاعت الليكود يعني، مضروبه في الزد اللي هو ارتفاع الكولوم،
على الديفيوجن كوفيشن، ده هو الشيرود نمبر. فالكاركترستيك لينث هنا هو اللينث مش الدايمتر، هيساوي 0.433 في شميت نمبر باور نص في القوس ده اللي هو الرو جي زد على ميو، بس دي رو باور 2 زد باور 3 ميو باور 2، ده مش رينولدز نمبر، فده مجرد فاكتور بنضرب فيه اس 1 على 6 في رينولدز باور 0.4 خلاص. ف يعني زي ما قلنا زد هو طول الكولوم، الرو هو الدنسيتي بتاع الليكويد، الميو الفيسكوستي بتاعت الليكويد، الديفيوجن كوفيشنت هي بتاعت الكومبوننت ايه اللي موجود في الليكويد، اسف الديفيوجن كوفيشنت بتاع الكومبوننت ايه اللي في الليكويد سولفنت خلاص. ف رينولدز نمبر بقى ممكن احسبه من المعادله دي، ده الرينولدز نمبر اللي هو ده خلاص، هحسبه من المعادلة دي، فهو هيبقى 4. دي الرمز ده هو جاما، بس يعني زي ما في كده جي كابيتال وجي سمول، ففي جاما كابيتال وجاما سمول، فجاما اللي احنا عارفينها اللي هي شكلها عامل زي الفيونكة ده هيبقى هو السمول، فده الجاما الكبير على الميو ال. طبعا هي هنا هتبقى يعني التعريفات الرينوس نمبر والحاجات دي هتبقى مختلفة شوية، ده لأن يعني الحالة دي حالة غريبة شوية، فالحسابات بتاعتها بتبقى مختلفة شوية. فممكن احسبها من هنا او من هنا. ال W دي هي الماس فلو ريت بتاع الليكويد، ال D هو الانر دايمتر بتاع السلندر، الجاما دي هي الماس فلو ريت اوف ليكويد بير يونت ويتد بريمتر اوف ذا كولم. يعني ايه؟ يعني انا بقول ان هو ده الماس فلو ريت اللي هو ال W دوت مقسومة على الباي دي. يعني لو بصيت على المعادلة دي ودي هتلاقي هي الأوميجا على الباي دي، هي الجاما دي خلاص. فهي هتبقى الفلوريت مقسومة على الويتد بريمتر بتاع الكون. بس فيعني هي دي المعادلة اللي بنستخدمها. تاني بأكد نفس الفكرة إن إحنا مش يعني مش الهدف من الشابتر ده ان احنا نعرف المعادلات دي جت منين ولا ايه التجارب، احنا نبقى بس عندنا فكرة عن اشكال مختلفة للمعادلات نقدر نستخدمها في الحالات اللي ممكن نقابلها، زي الحالة دي مثلا او حالة الفلو جوه البايب. يعني فانا هوقف كده، المرة الجاية ان شاء الله نحاول نحل بقى مثال على الوتد والكولوم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.